الذكاء هو مصطلح بنوصف بيه قدرات العقل البشري، لما العقل يبقى عنده قدرة على التحليل وحل المشاكل وبناء الاستنتاجات واتخاذ القرارات، بنقول ان الشخص صاحب العقل ده ذكي او عنده نسبة كبيرة من الذكاء. والتعريف ده هو نفسه تعريف مصطلح الذكاء الاصطناعي، بس هنشيل كلمة بشر ونحط كمبيوتر. يعني الذكاء الاصطناعي هو قدرة العقل الإلكتروني بقى مش البشري على التحليل وحل المشكلات والاستنتاج واتخاذ القرار. بدأت ثورة الذكاء الاصطناعي من سنة 1956 على يد مجموعة كبيرة جدا من العلماء، أهمهم جون ماكارثي، ده يعتبر الأب الروحي للذكاء الاصطناعي. ومن الوقت ده بدأ العلماء يطوروا في الذكاء الاصطناعي ويدوا قدرات أكتر للكمبيوتر على تحليل البيانات والاستنتاج واتخاذ القرارات زي ما قلنا. وظهرت بقى في السكة إلى وقتنا هذا مصطلحات أخرى متفرعة من مفهوم الذكاء الاصطناعي زي الديب ليرنينج والماشين ليرنينج أو تعلم الآلة، يعني قدرة الكمبيوتر على التعلم كمان من المعلومات اللي هو بياخدها، مش بس بيتخذ قرارات ويبقى المعلومات دي ثابتة، لا بيبدأ يطور نفسه ويعرف أكتر وأكتر ويديني نتائج أحسن كل ما يتعلم أكتر. طبعا احنا شفنا ده في حاجات كتير جدا، أشهرها المنصات الإعلانية كلها زي مثلا الفيسبوك أدز. لو انت وقفت على بوست معين او فتحت موقع معين او شفت فيديو معين بيتكلم مثلا عن الساعات، هتلاقي يظهر لك بعد كده اعلانات كتير جدا وبوستات كتير جدا بتتكلم عن الساعات. دي قدرة برنامج الفيسبوك ادز على تحليل سلوكك ومعرفة اهتماماتك، وبالتالي يوجه لك بقى اعلانات او مقالات او بوستات وفقا للاهتمام اللي انت ابديته او اللي عرفه عنك. ومش بس كده، كل المنصات الإعلانية دي وبرامج تانية كتير طبعا بيبقى عندها قدرة على التعلم، وكلنا عارفين زي ما قلنا قبل كده في الكورس بتاع إعلانات الفيسبوك إن أي إعلان بعمله بيدخل مرحلة أولى بنسميها learning phase أو مرحلة التعلم، اللي بتحاول من خلالها المنصة الإعلانية دي إنها تحسن من النتائج بتاعت الإعلانات بناء على الفيدباك اللي هي بتاخده من الجمهور اللي بيشوف الاعلان، مين مهتم اكتر، ايه الاوقات، ايه المدن، ويبدأ الاعلان يطور نفسه نتيجة للتعلم او الليرنينج اللي هو بيتعلمه خلال الفترة الاولى من تشغيل الاعلان. طبعا كل ده حوالينا وفي برامج تانية كتير جدا، بس احنا مش بنحس بيه لان ده في الباك اند، مفيش حاجة مباشرة بالنسبة لي بتوريني موضوع الليرنينج او التعلم او الذكاء الاصطناعي ده، لغاية ما ظهر في الفترة الأخيرة شات جي بي تي اللي بمجرد إطلاقه سجل فيه خلال 4 أيام 1,000,000 مستخدم. طبعا شات جي بي تي ده أحد المحاور بتاعتنا في الكورس ده، ومن خلاله هنبدأ نتكلم مع الآلة بقى أو مع البرنامج بتاع شات جي بي تي ده وأقول له اكتب لي نص إعلاني عن كذا، فيكتبه لي، أقول له لأ ده نص طويل شوية فلو سمحت اختصره، لأ خليه لي عبارة عن قصة. هيبدأ الحوار يبان بيني وبين الشات جي بي تي أو مع البرنامج ده يعني، وبالتالي هبدأ أواجه بقى موضوع الذكاء الاصطناعي ده وجها إلى وجه. علشان كده العالم كله بدأ يتكلم عن الذكاء الاصطناعي رغم إن زي ما قلت لك بادئ من 1956. طبعا شات جي بي تي ده خاص بالنصوص زي ما هنتكلم عليه بالتفصيل يعني، ولكن في بقى مواقع وأدوات وبرامج كتير جدا بتعمل كل ما تتخيله بتقنيات الذكاء الاصطناعي، زي تصميم الصور مثلا. انا مش محتاج دلوقتي ان انا اعرف بشكل كبير جدا استخدام بقى برامج التصميمات زي فوتوشوب او غيره، لا انا ممكن اقول للذكاء الاصطناعي لو سمحت صمم لي صورة عبارة عن كذا، وبضغطة زر واحدة هيصمم لي الصورة دي. مش بس كده، ده ممكن كمان اخليه صمم لي فيديو بضغطة زر، وممكن كمان اخليه يسجل لي فويس اوفر. كل ده عبارة عن كمبيوتر، البشر ملوش دعوة بالموضوع ده اطلاقا. مش بس كده، كمان في مواقع وبرامج وادوات تانية كتير جدا بتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتحليل وتحسين الحملات الاعلانية بتاعتي، وبالتالي بتديني تقارير عن كيفية تحسين الاعلانات دي، وهنشوف طبعا كل ده في الكورس بتاعنا. أنا مش من هواة المقدمات النظرية الطويلة،
ولكن بشكل بسيط جدا دخلنا في الموضوع عن طريق الدرس ده. تعال بقى نبدأ عملي من الدرس الجاي ونشوف تقنيات الذكاء الاصطناعي وازاي استخدمها في أعمال مفيدة.